وللمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ينضم إلينا مباشرة من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. بعد التحية كريم، يعني أنقل لنا الصورة لديك ومدى إقبال الجماهير على هذا المعرض في دورته 55. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما يومان ويغلق معرض الكتاب في نسخته 55 أبوابه أمام الزوار. هذا المعرض الثقافي المعرفي الترفيهي الكبير الذي زاره خلال الأيام الماضية أكثر من 3.5 مليون مواطن دخلوا إلى أرض معرض الكتاب، وهو رقم قياسي في هذه الأيام ورقم قياسي مقارنة بالمعارض السابقة من قبل. نتحدث عن إقبال كبير ولكن خصيصا للأطفال، حيث تميز هذا المعرض هذه المرة بتوفيره عدد كبير من الورش التدريبية، الورش التثقيفية، الورش الترفيهية، حتى الكتب المختصة بالأطفال كانت متواجدة في عدد كبير من الأجنحة سواء كانت المصرية أو العربية. رصدنا بالطبع في حديثنا مع أولياء الأمور ومع رحلات المدارس التي جاءت بالفعل مع الأطفال لهذا المعرض، نتحدث عن يعني انبهار كبير من الأطفال، وأيضا رصدنا وعي كبير من الأطفال بأهمية شراء الكتب وأهمية أيضا تنوع شراء هذه الكتب سواء كانت كتب معرفية أو حتى كتب خارجية دراسية أو حتى روايات وقصص. وتحدثنا أيضا مع عدد من الأطفال الذين شاركوا في الندوات. هناك ندوات متخصصة داخل معرض الكتاب هذه المرة. الندوات المتخصصة إما تتحدث عن شخصيات المعرض أو حتى مثل يعقوب الشاروني، أو حتى تتحدث عن يعني أشياء ثقافية أو تثقيفية مختلفة خاصة بالرياضة، خاصة بالاقتصاد، خاصة بالسياسة. عدد كبير من المجالات تمت مناقشتها بالفعل داخل هذه الندوات، وحتى بعض الكتب التي تم إصدارها حديثا تمت مناقشتها في هذه الندوات. أيضا بالإضافة للندوات وبالإضافة أيضا للكتب المختلفة والأجنحة، أيضا هناك أنشطة ترفيهية مثل المسرح للأطفال وأنشطة تلوين مختلفة للأطفال. لذلك يعني المعرض يستقبل الأعمار بداية من 3 سنوات وحتى ربما 50 عاما وأكثر من ذلك. رصدنا تنوع في فئات الحضور داخل المعرض، نتحدث عن أكثر من 3.5 مليون مواطن دخلوا إلى المعرض. إذا تحدثنا عن اليوم خصيصا حول الندوات الخاصة بالمعرض، هناك القاعات الخاصة بالفكر والإبداع والقاعات الرئيسية، وتحدثوا عن بعض الكتب الرياضية ومدى ارتباط الرياضة وأيضا الثقافة العامة بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى، القاعات الرئيسية ناقشت الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري مثل طه حسين، مثل يعقوب الشاروني وغيرها من الشخصيات الرئيسية الخاصة بسمة المعرض كما ذكرت، وهي الهوية المصرية نصون المعرفة. بالطبع هذه من أهم الندوات التي تمت مناقشتها اليوم في معرض الكتاب. يعني بالفعل هناك إقبال جماهيري كبير وتنوع أيضا في الكتب المطروحة، هي بالفعل نسخة كبيرة. وأشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، كنت معنا مراسل التلفزيون المصري.